السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نخصصها لمناقشة استمرار التهديدات الحوثية للمنشآت النفطية في محاولة لمنع الحكومة من التصدير. حملت الحكومة الشرعية ميليشيا الحوثي عواقب الهجمات الإرهابية وتداعياتها على الوضعين الإنساني والاقتصادي. وقال وزير الخارجية أن هجوم الميليشيا على ميناء قنان في محافظة شبوة يعكس الوجه العدواني للميليشيا ويعد مخالفة واضحة لكل النداءات الدولية بشأن وقف التصعيد وعدم استهداف البنية التحتية. وطالب البيان الدول كافة باتخاذ إجراءات صارمة لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لمنع مثل تلك الهجمات. وكانت ميليشيا الحوثي تبنت الهجوم المسير الذي استهدف ميناء قنان النفطي في محافظة شبوة. إذا نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: استمرار التصعيد أو التهديدات الحوثية لمنشآت النفط والهدف من ذلك، وهل ستكتفي الحكومة بقرار تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية كرد على تلك الهجمات، وما هي بدائلها؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. للمرة الثالثة تستهدف ميليشيا الحوثي موانئ نفطية تابعة للحكومة. هذه المرة كان ميناء قنا التجاري الواقع بمحافظة شبوة في مرمى الطيران المسير. هذا الاستهداف يأتي بالرغم من المواقف الدولية المنددة ووعود الحكومة بالردع، كما يأتي أيضا في وقت يسعى الوسطاء الإقليميون والدوليون لتجديد الهدنة التي انتهت مطلع أكتوبر الماضي. تقول ميليشيا الحوثي إن قواتها أفشلت ما اعتبرتها محاولة لنهب النفط الخام عبر ميناء قنا على حد زعمها. أما في المقابل حذرت الحكومة من تداعيات هذه الهجمات على تدهور الوضع الإنساني والحالة الاقتصادية، وقالت في بيان إن الهجوم الإرهابي على ميناء قنا التجاري يعكس الوجه العدواني لهذه الميليشيا في مخالفة واضحة لكافة النداءات الدولية التي دعت إلى وقف التصعيد والتوقف عن استهداف البنية التحتية ومقدرات الشعب الاقتصادية. الهجوم الحوثي على ميناء قنا التجاري أتى بعد نحو 3 أسابيع من شن هجوم على ميناءي النشيمة والضبة النفطيين في شبوة وحضرموت، وهي الهجمات التي دفعت مجلس الدفاع الوطني لأول مرة لإصدار قرار قضى بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية. لكن هذا المجلس والحكومة لم يثبتا جاهزيتهما للتصرف استنادا إلى هذا القرار من استحقاقات واجبة التنفيذ وفي طليعتها الاتكاء على القوة العسكرية والتعاطي مع الحوثيين بصفتهم قضية أمنية والاستعداد لإخراجهم من المشهد السياسي. السلوك الطائش لميليشيا الحوثي لا يعبر فقط عن تجاهل كارثي لمصالح الشعب اليمني، وإنما يعد تحديا لكل متطلبات الاستقرار، وهو ما يستدعي وضع سياسة المواجهة معها. إذن نبدأ النقاش مشاهدينا، وأرحب بضيفي. سيكون معي من بيروت الكاتب الصحفي طالب الحسني، وسيكون معي أيضا من القاهرة الدكتور علي الذهب الخبير العسكري. مرحبا بكما ضيفي، وأبدأ مع ضيفي من بيروت طالب الحسني. سيد طالب مساء الخير. أهلا وسهلا بك وبضيفك وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك. نتساءل سيد طالب، لماذا يستمر الحوثيون في استهداف المنشآت النفطية؟ عندما يتم اتخاذ قرار أن يكون هناك معادلة من هذا النوع، منع تصدير النفط، منع شركة النفط، منع استمرار نهب النفط من الموانئ اليمنية دون أن يكون هناك استفادة من هذه العائدات بما في ذلك الاتفاق على تسليم إيرادات وعائدات النفط لتسليم رواتب الموظفين، فإنها ستستمر. يعني ليست المسألة مسألة تكتيك، هي مسألة استراتيجية. عندما تم استهداف الموانئ، استهداف السفن التي ستقدم إلى هذه الموانئ وتحضير السفن، فإن هناك قرار باتخاذ معادلة من هذا النوع، وبالتالي سيتم الحفاظ على سريان هذه المعادلة دون أن يكون هناك نوع من التراجع. إذا كان هناك نوع من التراجع فإن هذه المعادلة العسكرية التي أعلمت والتي نفذت أيضا هي مستمرة. وعلى الطرف الآخر أن يدرك تماما أنه مثل هذه المعادلة هي معادلة عسكرية، لا بد أن تمضي
لأنه عندما يتم اتخاذ القرار بمثل هذه المعادلة وإعلانها أن ذلك يعني أنه لم يكن هناك تراجع وأخذت كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه المعادلة دون أن يكون هناك نوع من المشاومة. لا ليس هناك لعب في مسألة أن يتم اتخاذ قرار من هذا النوع العسكري ثم يتم الإعلان عنه ثم يتم بناء أسس كثيرة على بناء على هذه المعادلة، فإن هذا يعني أن التراجع هي تعتبر هزيمة للحماس. اليوم عليهم أن يحافظوا على هذه المعادلة العسكرية وأن يمنعوا سرقة النفط، أن يمنعوا استمرار نهب النفط. الطرف الآخر يريد أن لكن ألا تراهن الجماعة في اتخاذها لهذا الإجراء وضربها للبنى التحتية على ضعف الرد الحكومي في الأساس؟ ليس هناك ضرب للبنى التحتية، هناك استهداف للسفن، تحذير للسفن. الضربة الأولى كانت تحذير للسفن، هذه الضربة أيضا هي تحذير. لكن هذا يعني بالنظر إلى الأمر هو تمادي خطير، وبالتالي هل تراهن الجماعة في هذا الأمر أو اتخاذها لهذا الموقف؟ دعني أكمل السؤال سيد طالب، يعني هل تراهن بهذا الأمر على ضعف الرد الحكومي وأنه غير قادر على عمل شيء معها، وبالتالي يعني وجدت أن هذا الأمر عادي بالنسبة لها؟ ليس تماديا، هذه معادلة يجب أن تفرض، معادلة عسكرية، معادلة عسكرية مهمة يجب أن تفرض. الطرف الآخر معروف يعني ماذا ستفعل حكومة العليمي أو ماذا سيفعل التحالف. التحالف الآن هو يخشى أيضا من أن تكون هناك معادلة جديدة على الأراضي السعودية، إيقاف وصول السفن إلى موانئ الحديدة أو تعطيل مطار صنعاء الدولي، رغم أن هناك ليس هناك الآن هدنة، ولكن هناك رغبة في أن يكون هناك هدنة، والدليل على ذلك أن التحالف حتى الآن يواصل يعني لا يمنع تدفق السفن ولا يمنع أيضا أن يكون هناك رحلات جوية تجارية تصل إلى ميناء تصل إلى مطار صنعاء الدولي، وبالتالي هو يطلب يبحث ويخشى أيضا أن تكون هناك معادلة، لأن هناك معادلة أكبر من معادلة إيقاف سرقة النفط، هي منع تصدير النفط السعودي. هذا سيكون حاصل، سيكون ربما من الحديث عنه سيكون قريب جدا، إذا لم يكن هناك إذا استمر الحصار فسيكون مقابل استمرار الحصار استهداف موانئ السعودية. وضحت الفكرة السعودية للنفط. نعم، ابقى معي سيد طالب، سأعود إليك. أذهب لضيفي الآخر الخبير العسكري الدكتور علي الذهب. دكتور مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك وبضيفك وبالمشاهدين جميعا. أهلا بك دكتور. ما الذي يجعل الحوثيون يصعدون ويتجاوزون الخطوط الحمراء؟ التمادي الذي يبديه الحوثيون هو ناتج عن التراخي الذي يبديه التحالف ورغبة التحالف في عدم التصعيد والذهاب باتجاه تسوية سياسية، وقدم له قدم لهم الكثير من التنازلات، عملية انتقال السياسيين المشبوهة التي نقلت السلطة من الرئيس هادي إلى مجلس قيادة رئاسي، كلها كانت يعني محاولة لتمهيد الطريق أمام الحوثي من أجل الدخول في عملية السلام. يبدو أن التحالف استخدم كافة الأوراق العسكرية ونقول القوى الخشنة بشكل عام، وثم ذهب لاستخدام القوى يعني الطريقة السياسية للوصول إلى عملية السلام، وهذا أغرى الحوثيين، والحوثيين بطبيعة الحال لديهم مشروعهم السياسي الذي يستخدمون في سبيل تحقيقه كافة الوسائل العسكرية والسياسية، المناورات، المراوغات، نقض الاتفاقات، الهدن وما إلى ذلك من أجل تحقيق أغراضهم. لديهم الآن في الوقت الراهن هدفه هو تحميل الحكومة أعباء المرتبات والتنصل على اتفاق ستوكهولم، وذهبوا لتحقيق هذا الغرض مستغلين عدة ظروف إقليمية وأيضا حاجة المجتمع الدولي للأمن والاستقرار في المنطقة. هم الآن ينفذوا أجندتهم باستخدام القوة، لأنه أنت لديك هدف سياسي، إذن لابد من إعمال القوة لتحقيق هذا الهدف السياسي، وهم يناورون الآن في الوقت في الحدود الممكنة للهجمات، لأنه لا يمكن أن يطوروا هجماتهم إلى حرب واسعة على غرار ما كان قبل حدث.
هو يعني دكتور كما فهمناه من حديث ضيفنا بأن إذا كانت الشرعية تراهن على التحالف في إيقاف هذه الهجمات فهو تحالف اليوم بالكاد أن يضمن أن تغض الميليشيا النظر عن منشآته النفطية، وبالتالي هو اليوم كل ما يهم التحالف فقط أن لا تلتفت الجماعة بما يتعلق بمنشآته النفطية، وأن ما يحدث في الداخل اليمني يعني شيء لا يهمه اليوم. هذا يعني هي قد يكون جزء من هذا الشيء حقيقة، ولكن ليس لعجز التحالف، لأنه لو كان الحوثيون بيدهم شيء لفعلوا بالمشتق، ولو كان التحالف بيده شيء دكتور لعمل شيء منذ 8 سنوات، لكن عمل الكثير كيف لم يعمل الكثير؟ يعني إذا أتينا اليوم للنظر بأن الحوثي الذي كان في لحظة ضعف وفي نقطة ضعف في سنة من السنوات اليوم أصبح مصدر تهديد للشرعية وللتحالف. طيب اسمح لي خليني أجيب عليك بهذه النقطة. إذا كان لدى الحوثيين إمكانية لضرب المصادر الطاقة التي يلوح بها الآن لفعلوا أكثر ما فعلوا من قبل، لكن ليس لديهم الإمكانية سوى أنهم هددوا وضربوا بقيق وخريص وحاولوا بعض المناطق في جيزان وكذا وكذا، وفي نفس الوقت نحن ندرك من يحرك هؤلاء كلهم، كل هذه الأطراف تؤدي دورا معينا في إطار المسموح لها. بالنسبة للسعودية أعتقد أنها غير عاجزة أنها تضرب بشكل عنيف وتستطيع أن تخضع الحوثيين وتدفعهم للتسليم، ولكن هي تناور في حدود المسموح لها في نفس الوقت، لأن المجتمع الدولي يسعى إلى تقسيم اليمن، تقاسمها الجنوب لن يعود جنوبا كما كان، ولكن سيعود شرقا وغربا، والشمال أقل ما يمكن أن يطمح فيه الحوثيون هو أنهم يتمسكوا في هذه المنطقة الجغرافية التي سيطرون عليها. أما تعز والمناطق الخاضعة هذه ستدور فيها معارك شرسة، وهناك سائر بينهم وبين يعني المؤتمرين أو لنقول أحفاد الرئيس صالح والمتشجعين له. نعم، إذن ابقى معي دكتور. أرحب بضيفنا، سينضم إلينا أيضا السيد أنور العامري مدير مكتب شركة النفط، سينضم إلينا من القاهرة. سيد أنور مساء الخير. مساء النور أخي مال. أهلا بك. هذه الهجمات التي يشنها الحوثيون بين فترة وأخرى على المنشآت النفطية في مناطق الشرعية، كيف ستؤثر على الاقتصاد اليمني؟ أولا أرحب بك أخي العزيز وأرحب بضيوفك الكرام وبجميع المشاهدين. طبعا أصبح لا يخفى على أحد أن اليمن أصبح بلد يعيش انهيار اقتصادي غير مسبوق. هذه المخاوف ستضاعف من التداعيات الناتجة عن توقف إنتاج وتصدير النفط وانعكاسها أيضا على أسعار الغذاء وعلى السلع الأساسية وحتى على صرف العملة المحلية. ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية أو حتى الهجوم الذي حدث بالأمس هذا يعني يوضح أيضا الانهيار الحاصل حاليا في الارتفاع الحاصل في الدولار وانهيار العملة المحلية، وبالتالي ستنعكس هذه بالكامل على الأسعار. نعم. طيب سيد أنور، يعني هل بإمكان الحوثيين بالفعل يعني في حال استمروا بهذا التوجه بتوقيف تام لإمداد الطاقة من وإلى اليمن؟ طبعا هو التهديد، طبعا العالم لن يسكت أخي العزيز، هذا خط بحري وخط ملاحة دولي، لن يسكت العالم بأكمله على التصرفات الهمجية التي تقوم بها هذه الميليشيات، ولكن ما زال العالم او المجتمع الدولي الان ربما استغل فرصه انتهاء العالم بالحرب الدائره في روسيا واوكرانيا، واخذها فرصه ليغتنمها فرصه ليقوم بهذه المناوشات. العالم لن يسمح بان تستمر هذه او قطع امداد طريق الملاحه البحريه او قطع طريق امداد الطاقه للعالم. فاكيد سيكون هناك ردود خاصه. ايضا هناك الحوثي لا يستطيع ان يقطعها بالكامل، هناك اكثر من حل تستطيع حتى الحكومه ان تقوم به. وزاره النفط الان تقوم بدراسه العديد من الحلول او البدائل ايضا لاعاده تصدير النفط، وهناك ايضا بدائل ويتم دراستها حاليا ولم يتم الافصاح عنها حاليا حتى يتم تجهيزها باذن الله، وسيتم
هناك الآن الترتيبات الخاصة بها. في الأمس هناك أيضا لجنة نزلت إلى شبوة وهناك متابعة حثيثة جدا. نعم. وبإذن الله خلال الفترة القادمة سيتم إعادة التصديق بطرق أخرى إن شاء الله سيعلمها الجميع في حينها. يعني نعم. إذن ابقى معي سيد أنور وأعود للكاتب الصحفي طالب الحسني. سيد طالب، يعني بما يتعلق بالمجتمع الدولي، ألا تعتقد أن المجتمع الدولي لن يتساهل كثيرا مع هذه الهجمات التي تقوم بها الميليشيا؟ لا يؤخذ رأي المجتمع الدولي في الحرب على اليمن على الإطلاق، لأن المجتمع الدولي كان واحد من المساعدين على الحرب والانتهاكات الجسيمة التي حصلت في اليمن منذ 8 سنوات. المجتمع الدولي الذي ساهم في دعم السعودية وفي دعم الإمارات وفي دعم المرتزقة الذين ساعدوهم في تدمير اليمن وفي خسارة اليمن، من أين له أن يمتلك قرار أيضا أن يمنع اليمن من أن يدافع عن حقه وأن يدافع عن ثرواته وأن يمضي في مشروع تحرير اليمن؟ هذا المجتمع الدولي الذي تتحدث عنه عليه أولا أن يقول لماذا الإمارات تسيطر على موانئ وتسيطر على جزر وتسيطر على مرافق، وكوع كذلك المجتمع الدولي عليه أن يقول بالسعودية لماذا أنتم أيضا تسيطرون على موانئ وتسيطرون على جزر وتسيطرون على ممر. المجتمع الدولي هذا الذي أنت تتحدث عنه لو كان هناك يعني اعتبار لرد فعله ما كان هناك أيضا أي عملية عسكرية تقاد السعودية أساسا. إذا كان هناك خشية من المجتمع الدولي كما ربما يتصور البعض، لما كان هناك عمليات عسكرية استهدفت السعودية استهدفت الممرات واستهدفت السفن. أنت تعلم أن هذه الحرب حرب تجري بمقاييس يمنية بحتة، يعني عندما لا يكون هناك أي نوع من الاستجابة لمطالب اليمن في تحقيق رفع الحصار إيقاف العدوان من طيب سيد طالب، يعني ربما أنتم حرصتم أو يعني الجماعة حرصت أكثر من مرة بأن حربها تتحدث بأنه مع العدوان الخارجي، وبالتالي اليوم يعني إذا كان لديكم ضغوط تريدون ممارستها، لماذا لا يتم التوجه باتجاه السعودية والإمارات؟ لماذا فقط على مناطق الشرعية وموانئ الشرعية وأنتم تتحدثون في أكثر من مرة بأن عدوكم الرئيسي هي السعودية والإمارات؟ ليست موانئ شرعية، ليست موانئ شرعية ولا تذهب عائدات النفط الشرعية التي تتحدث عنها، وليس هناك إيمان بهذه الشرعية. هذا جزء من أدوات التحالف وجزء من أدوات السعودية. طيب هذه أداة من أدوات التحالف كما وصفتها، لكن ماذا عن التحالف؟ ليست موانئ. أنت هل تعطيني، هل يمكن أن تعطيني تفسيرا دقيقا وواقعيا لوجود الامريكي اجتماعاته مع المحافظ لاكثر من 3 مرات؟ هل تعطيني انت الان مبرر لماذا الامارات موجوده في شبوه وفي ميناء بلحاف؟ طيب يمكن ان تعطيني الان انت مبرر لماذا هذا النفط الخام يذهب لصالح بنك الاهلي السعودي ويتحدث عنه محمد ال جابر؟ هل يمكن ان تعطيني الان مبرر اين تذهب اموال النفط وعائداته؟ هل تذهب لصالح مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية اليمنية، أم أنهم يحاولون أن يسووا مرتبات بعض العسكريين وبعض الحثالة الذين معاهم في مناطقهم؟ وتتحدث لي عن موانئ اليمن وحدثني أيضا عن الضرائب في مناطق سيطرة الميليشيا، أين تذهب؟ طيب دعنا من موضوع الاقتصاد يا سيد طالب، يعني هنا أنا أريد فقط نقطة فيما يتعلق ب عدوكم الأساسي الذي تتحدثون عنه بأنه أنتم تواجهون عدوان خارجي، واليوم القصف فقط على الموانئ اليمنية، بينما يعني السعودية قريبة، لماذا؟ أنت لا تستطيع أن تخالط بهذه البساطة السطحية المضحكة فعلا. يعني نحن نتحدث عن حرب عمرها 8 سنوات، ونتحدث الآن عن وجود غير شرعي في هذه المحافظات، ونتحدث عن مفاوضات يمنية سعودية من أجل استمرار الهدنة. إذا كانت هناك مفاوضات من أجل استمرار الهدنة مع السعودية مع التحالف، ثم لا يمكن أن تفصل بين الحرب الآن التي تديرها السعودية وبين هذه المناطق التي تديرها السعودية وتديرها الإمارات. يعني ببساطة يعني ليس هناك فصل بين الأدوات الذين تحركهم السعودية وبين العدوان الخارجي.
نحن قلنا عدوان خارجي لأن هناك أيضا تمويل عسكري بالضربات عسكرية، قواعد عسكرية، طيران عسكري، الحصار خارجي، كل شيء خارجي، وحتى في الداخل هناك تمويل لهذه المجموعات. لكن هناك أيضا البعض يرى بأن استخدامكم لهذه الهجمات هو اليوم يعني يأتي للتخفيف على الضغط على إيران وما يحدث في الداخل الإيراني. ليس فقط الهجمات، هذا كلام أيضا فتحي تماما. إيران لها مشاكلها وقضاياها، وهي التي تستطيع أن تتكلم عليها بمعجل عما يحصل في العالم حاليا. أنا أقول لك حقيقة يعني شيخ، أنا قلت للقناة يعني لكم مما عبر القناة قبل أشهر أن القادم هو معركة تحرير، نحن الآن نتحدث عن معركة مانع تصدير النفط. أقول لك القادم هو معركة تحرير، هو إخراج الأدوات القتالة من حضرموت ومن طبعة ومن مارب ومن كل مكان في المنطقة يشتغلون في صالح السعودية. هذا قادم، عليك أن تستعد ذلك. وعلى الطرف الآخر إذا كان يستمع الآن عليك أن يستعد أن هذه الحقيقة ستأتي، حقيقة سنصل إليها، ستكون هناك معركة تحرير قاسية جدا. معركة تحرير، وضحت الصورة. السماح بمشروع الانفصال، لم يتم السماح بمشروع تقسيم الدولة. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك سيد طالب. الوقت انتهى. نعم انتهى الوقت، أشكرك جزيل الشكر الصحفي طالب الحسني، كنت معنا من بيروت. أعود لضيفي الخبير العسكري الدكتور علي الذهب. دكتور علي، فيما يتعلق بالمجتمع الدولي وأيضا حتى على المستوى الإقليمي، يعني كيف سيتعامل الإقليم والمجتمع مع هذا التصعيد، وخصوصا بأن يعني رئيس المجلس الرئاسي كان حاضر في قمة الجامعة العربية ولم يستطع الخروج بقرار تأييد فيما يتعلق بتصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية؟ اولا كما تحدثت سابقا بان التصعيد الحوثي هو في اطار المتاح له، بمعنى انه لن يتجاوز مصالح الاقليم، وهذا هو يستطيع طبعا لكنه لا يجرؤ، هو يعرف تماما انه لا يجرؤ. يا اخي هذه ليست مرافحات، قد تكون هناك اتفاقات مبرمه بينهما بين بالضبط. هذه الاطراف بين الحوثيين وبين هذه الاطراف، انا ارجح ان يكون هناك اتفاق. وما الوفد الذي ذهب الى صنعاء تحت مظله تبادل الاسرى وهم 19 اسير لا نعلم من اين جاءوا، في حين انه لم تدور معركه منذ 4 أو 6 أشهر؟ فهذا يعني انهم في اطار اتفاقات سريه قد يكشف عنها في المستقبل. اما اذا ارادوا اما اذا كان لديهم القدره فكانوا بادروا بها من قبل. نعم طيب، يعني اليوم فيما يتعلق بالمجتمع الدولي والاقليم، هل سيكون لهم موقف من هذا التصعيد الحاصل ام انهم يعني لا يفرق معهم هذا الامر؟ من يحرك المجتمع الدولي هم الاطراف الكبيره، واقصد بها الولايات المتحده وبريطانيا والمملكه العربيه السعوديه والامارات. هم المجتمع الدولي صدى لهؤلاء الفاعلين الإقليميين ومصالحهم في المنطقة، لا يمكن أن يتحرك المجتمع الدولي. ثم من هو المجتمع الدولي؟ نحن نتحدث عن المجتمع الدولي هو مجتمع المصالح، مجلس الأمن والدول اللي هي غير دائمة العضوية في الأمم المتحدة التي دائما تصوت على القرارات وتفرض العقوبات وما إلى ذلك. الآن الحاصل أن الحوثي يستخدم القوة في إطار الأهداف القريبة لمتناول يد. الآن استفاد، هو كانت مطالبه ماذا؟ رفع الحصار البحري، رفع الحصار الجوي، فتح الموانئ، يقصد فتح المطارات، وبعدين وقف العملية الجوية. الآن تحقق له وقف العملية الجوية، تحقق له رفع الحصار البري، تحقق له رفع الحصار البحري، قالوا له الآن اضرب خصومك من الداخل، هؤلاء هم خصومك، دعنا نتفق فيما بين البين وأنت عليك أن تضرب خصومك. الآن يحاول فرض إرادته السياسية تدريجيا واحدة الوقت باستخدام القوى في حدود الإمكان، لأنه لديه التزامات إقليمية فيما يخص الأمر في المنطقة خلال هذين الشهرين، ولذلك لن يصعد على مستوى واسع ولكنه يستهدف أماكن الموانئ. الآن انظر إلى المعادلة التالية، اثنان من الموانئ الحديدة والصليف يتصاعد نشاط هطومة يوما بعد يوم، فيما موانئ البحر العربي اليمنية توقفت تماما. من الذي أعطى له هذا الضوء؟ الهدنة نفسها، الأمم المتحدة التي تفاوضه
من أجل كسب المزيد. إذا المؤامرة واضحة وضوح الشمس، ولا نركن لتصريحات دولية أو ما شابه ذلك، فضلا عن الحكومة، هي حكومة متراهلة لا فاشلة، لا يمكن، أنا أقصد بالحكومة منظومة السلطة الشرعية بالكامل. نعم. لا يمكن بالفعل. إذا فرضت عليه عقوبات فإنها لم تستطيع، يعني قررت عليه عقوبات لم تستطيع أن تنفذها عمليا على أرض الواقع. بالفعل، والمجتمع الدولي فقط هو من يعني صنع هذه الجماعة وجعلها بهذه الصورة. أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري الدكتور علي الذهب، وأذهب هنا لضيفي مدير مكتب شركة النفط في القاهرة السيد أنور العامري، وأيضا نتساءل هنا سيد أنور، كيف يمكن للحكومة الرد على هذه التهديدات؟ أولا أخي العزيز، دعني أضيف على ما قاله الدكتور ضيفك. طبعا بينما تطالب الميليشيا الحوثي العالم والأمم المتحدة بالإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة والمخالفة أصلا للقواعد التي يتم اتخاذها أو الآليات التي يتم اتخاذها لجميع الموانئ اليمنية، تقوم بالمقابل بمهاجمة سفن تصل إلى الموانئ المحررة، وهذا ما حدث يوم البارحة، بمهاجمة طائرة مسيرة لأحد السفن التي تحمل 5000 طن من الديزل في ميناء تقنا. تقوم بالمقابل بمهاجمة هذه السفن، وتطالب أيضا بدفع الرواتب للمعائدات النفط التي تحصل عليها شرعية، بينما هي تتعدى عائدات النفط الواصلة لميناء الحديدة مئات المليارات، وترفض هي أن تقوم بدفع الرواتب للمواطنين. هي تحارب المواطن بنفسه، تحارب الاقتصاد الذي سيتأثر به المواطن بنفسه، هي لا تحارب الحكومة، هي تحارب المواطن في قوته مباشرة. الشرعية قدمت كل التنازلات من أجل التخفيف عن أعباء على الأعباء على المواطن، بينما هي تكلف المواطن القاعدة تحت سيطرتها أو حتى المواطن الموجود في المناطق المحررة الأعباء تلو الأعباء. نعم. بالنسبة لتساؤلك أخي، الحكومة لديها أكثر من رد، يعني الحكومة تستطيع أن تتخذ إجراءات قاسية ضد هذه الجماعة، ولكن أيضا لا زالت تراعي بقدر الإمكان المواطن القابع تحت سيطرة هذه الميليشيات. تعلم أن الجميع، أنت أخي العزيز تعلم جيدا بأن ليس كل من هو موجود في مناطق سيطرة الحوثي ينتمي لهذه الجماعة أو حتى يقبل بفكرها أو حتى بمذهبها التي تحاول فرضه على الجميع. نعم. هناك ناس رافضينها تماما، ولكن مغلوبون على أمرهم، لا يستطيعون ترك المكان، لا توجد أيضا بدائل للخروج لمغادرة صنعاء أو لمغادرة المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيات. لذلك فالحكومة تحاول بقدر الإمكان التخفيف من الأعباء، وتحاول التفاوض وتصل يعني بأفضل الاشتراطات أو أفضل النتائج بالتفاوض إلى بما يحكم يعني أو يحاول المحافظة على حقوق هذا المواطن. إذا تستطيع الحكومة أن تقوم بإغلاق ميناء المطار صنعاء، تستطيع أن تقوم بإغلاق ميناء الحديدة مباشرة، تستطيع أن تقوم حتى بالتعبئة العامة، وقد قامت بالتعبئة، وتستطيع أن تفتح حرب واسعة على جميع الجبهات، سيتضرر منها المواطن القابع في مناطق سيطرة الحوثي بشكل كبير جدا أخي العزيز. نعم، وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر مدير مكتب شركة النفط في القاهرة سيد أنور العامري، وأشكر جميع ضيوفي في هذه الحلقة، وأشكركم نهاية الحلقة مشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.